وسلم رسولا ونبيا. الذين آمنوا بالقرآن وعملوا بالقرآن وتدبروا القرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمرهم القرآن يدخلون الجنة بسلام، يدخلون الجنة بسلام، يتنعمون بالثمار على شواطئ الأنهار بإذن من الله العزيز الغفار. هذا ما وعد الله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الأيام تجري يوما بعد يوم، وهذا دليل يعني الموت على اقترابك يا ابن آدم على الوقوف بين يدي الملك الجليل. الأيام تجري وتأخذ معها الشهور والسنين، ويتقارب جيل بعد جيل حتى تتخلص الأرض من حملها الثقيل، ليقوم الكبير والصغير والغني والفقير والعزيز والذليل والأمير والوزير للوقوف بين يدي الملك الجليل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، وعلى العصاء ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ ولما قرأته ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرارا من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عسى للنار عطشانا. المشركون، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون، والموحدون في دار الخلد سكانا. شيخي أنا عندي ذنوب كثير، ربي تبارك وتعالى بيغفر لي. أنا ضربت أمي، ضربت أبوي، أكلت حقوق الناس، ربي تبارك وتعالى بيغفر لي. يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقول أنا عندي زنا، أنا عندي ربا، أنا عندي هيك هيك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ولك أنا ما صليت 40 سنة، يعني أنا ما واحد حي الله، كمان ربي تبارك وتعالى بدأ يغفر لي. إن الله غفور رحيم. ولكن بشرط، إيش هو الشرط؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ارجعوا إلى ربكم فقول: إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كسيل، وليس لي إلا أنت. إلهي أريدك ولا أطيق، أحبك ولا أستطيع، تخطفني نفسي يا ربي، ويغرني الهوى، ويتخطفني الناس، فخذ بيدي إليك وانصرني على كل ما يشغلني عنك. اسجد وتوب وابكي. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.